الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي يجددان رفضهما أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية حول غزة. روسيا تنتقد مناورات المدافع الصامت للناتو وتحذر من عواقبها المأساوية على أوروبا. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. مرحبا بحضراتكم، بداية هذه النشرة مع زميلتي مريم حسن. أهلا بك. أهلا بك حنان، وأهلا بحضراتكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة، حيث جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن الموقف الثابت لمصر والولايات المتحدة برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مع التوافق على حل الدولتين باعتباره أساس دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الأمريكي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي شدد على أن مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي قطاع غزة لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم، ومؤكدا ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه تحقيق تلك الأهداف. من جانبه أشاد الرئيس الأمريكي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية، مؤكدا تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة، ومؤكدا دعم الولايات المتحدة لجهود مصر الدؤوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بشأن غزة، وجدد التحذير من أن استمرار الحرب في القطاع سيكون له تداعياته الكبيرة على أمن الإقليم. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، شدد الرئيس السيسي على أن السعي لاستعادة الاستقرار وتحقيق العدل يرتبط بإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية يفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. هذا وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيسة الوزراء الإيطالية ثمنت الجهود المصرية للتهدئة وتواصل مصر مع كافة الأطراف لإعادة الأمن إلى المنطقة. كما شهد الاتصال استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بما يتفق مع العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الصديقين، وقد أبدى الجانبان ترحيبهما بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات في كافة المجالات، وبحثا كيفية مواصلة دفعها إلى آفاق أرحب. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا يوم الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة. ويأتي هذا الاجتماع بطلب من الجزائر بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما قالت الخارجية الجزائرية. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في وقت سابق إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية بغزة واتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
تعتبر المحكمة أنه فيما يتعلق بالوضع الحالي فإن إسرائيل لابد لها وفقا لالتزاماتها بموجب معاهدة منع الإبادة الجماعية بما يخص الفلسطينيين، يجب على إسرائيل أن تتخذ كافة التصرفات لتقوم بالوفاء بما نصت عليه المادة الثانية، وعلى وجه التحديد أولا حماية المجموعة وأن لا تسبب بأي ضرر ذهني أو نفسي لها تلك المجموعة جيم، وأن لا تقوم عمدا بشن أي أعمال قد تؤثر على الدمار الفعلي للبلاد، وها أن تقوم بفرض إجراءات يرمى منها للتأثير على الولادات في تلك المجموعات. إن المحكمة تشير إلى أن كافة هذه الأشياء تقع ضمن المادة الثانية إذا ما كان القصد منها عمدا هو تنفيذها بصورة كلية. وكذلك ترى المحكمة أنه لابد من القيام بصورة مباشرة لإسرائيل ألا ترتكب أي من هذه التصرفات. وكذلك أيضا المحكمة راجعت بأنه لابد لإسرائيل أن تتخذ إجراءات لوقف عمليات التحريض التي ترمي لعمليات إبادة جماعية تطال الشعب في قطاع غزة. وكذلك تعتبر المحكمة بأنه يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية وعاجلة لتمكين تزويد الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية من أجل معالجة الظروف القاسية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إسرائيل لابد لها أيضا أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع التدمير وتتأكد من الحفاظ على كل التدابير المعمول بها بموجب المادة الثالثة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. طلبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بأن تقدم تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال الشهر، ورفضت المحكمة طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا. يجب على إسرائيل أن تتقدم بالعمل بتنفيذ كافة هذه المواد، وهنا تشير المحكمة بأنه يجب على كافة الأطراف أن يتقدموا بالمعلومات التي تتعلق بتنفيذ بأي تدابير مؤقتة قد وردت الإشارة عليه. وفي ظل هذه التدابير المؤقتة التي أشرنا إلى فإن المحكمة تعتبر أن إسرائيل لابد لها أن تقدم تقريرا إلى المحكمة حول كافة التدابير التي اتخذتها إسرائيل من أجل الوفاء بكافة هذه الإجراءات خلال شهر واحد. والتقرير الذي يقدم سوف يتم إرساله إلى جنوب أفريقيا، وسوف يكون لها فرصة للرد على المحكمة وتعليقاتها بناء على ذلك. وتشير المحكمة أن كافة التدابير المؤقتة وفقا للمادة 41 سوف يكون لديها نتائج وآثار ملزمة، وهذا يخلق بدوره التزاما قانونيا على أي طرف قد يطلب منه الوفاء بتلك التدابير المؤقتة. وتعيد المحكمة التأكيد على أن القرارات التي سوف تتخذ في هذه الإجراءات لن تقوم بالإخلال بالأسس الموضوعية لهذه المحكمة أو بإمكانية قبول أي طلب أو بحيثيات المحكمة، ولن تؤثر على حق جمهورية جنوب أفريقيا أو حكومة إسرائيل أن تقدموا بأي حجج أخرى حول هذه المداولة.
رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكدت مصر أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة. كما طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في القرار، مؤكدة مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية من أجل إنهاء الأزمة ومنع أي إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية إن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية يعني انتهاء الزمن الذي تفلت فيه إسرائيل من العقاب، وهو ما يفرض على الدول المساعدة لإسرائيل التوقف عن دعمها ومساعدتها. واعتبر شتية أن عدم رد المحكمة للدعوى المقامة أمامها من قبل دولة جنوب أفريقيا ينطوي على درجة عالية من الأهمية، لأنه يضع إسرائيل في قفص الاتهام كمجرم حرب، وهي المرة الأولى التي تقف فيها بهذه الصفة أمام محكمة العدل الدولية. أعرب النازحون في مدينة خان يونس بقطاع غزة عن أملهم في أن يسهم قرار محكمة العدل الدولية بوقف فوري لإطلاق النار، مشيرين إلى مخاوفهم باستغلال الاحتلال الإسرائيلي الوقت لارتكاب المزيد من الجرائم. بعد قرار محكمة العدل الدولية بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، رحب الفلسطينيون بالقرار، لكنهم أعربوا عن أملهم بوقف لإطلاق النار بقطاع غزة. ففي أحد المخيمات بخان يونس كان يتطلع النازحون إلى أن تنهي محكمة العدل الدولية العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري. كل يوم صرنا نعاني من أعداد متزايدة من الشهداء والجرحى. أنا كنا نأمل من محكمة الجنايات أنه الوقف الفوري عشان نحقن دماء الناس المتبقية أو يعني من باقي أفراد الشعب الفلسطيني. إحنا يعني لو كل ساعة بتمر علينا نخسر فيها أرواح ناس من عز بتعزها ومن عزها، يعني أرواح أقارب، أرواح جيران، أطفال أبرياء عزل ما لهم علاقة بهذا الحرب. وقال النازحون إنهم ينتظرون وقف إطلاق النار كل يوم، معربين عن مخاوفهم باستغلال الاحتلال الإسرائيلي للوقت الذي منحته لها محكمة العدل الدولية لارتكاب المزيد من الجرائم. إحنا إنا 3 شهور وإحنا كل يوم بكرة كل يوم بكرة نحن نصير هدنة، نحن بالناشد يعني يوميا بال100 شهيد بال200 شهيد. ليش المحكمة الدولية هذه إنها تعطي اليهود وقت ومهلة انهم يضلوا يكتلوا فينا ويبيدوا فينا بال100 شهيد وبال200 شهيد؟ هذا يوميا في خان يونس، في رفح، في النصيرات، في مغازي، يعني يوميا في 100 شهيد في كل منطقة، في 100 شهيد. هذا حرام وظلم. كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية بغزة واتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة. Thank you.
قالت منظمة أطباء بلا حدود إنه لم يعد هناك نظام صحي عمليا في غزة بعد أن أصبحت معظم الخدمات في مستشفى ناصر معطلة الآن. وعبرت المنظمة في بيان لها عن أسفها لأن القدرة الجراحية لمستشفى ناصر أصبحت شبه معدومة، مشيرة إلى أنه يتعين على أفراد الطاقم الطبي الذين بقوا في المستشفى التعامل مع مخزونات منخفضة جدا من المعدات الطبية. قدم إريك شوفيلي السفير الفرنسي لدى القاهرة الشكر لمصر على تسهيل عمل المستشفى العائم الفرنسي في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لعدد من مصابي أهل غزة. كما قدم السفير الفرنسي لدى القاهرة الشكر لمصر على جهودها في استقبال وإنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى سكان القطاع. جاء ذلك خلال زيارة السفير الفرنسي إلى مدينة العريش وتفقده المخازن اللوجستية للهلال الأحمر المصري بشمال سيناء وتفقده المستشفى الفرنسي العائم قبل مغادرته ميناء العريش. بيشكر القيادة المصرية والتعاون اللي تم لوجود السفينة لوكس مود لأكثر من شهرين، قدمت فيها المساعدة لأكثر من 100 مصاب سواء من الأطفال أو الرجال أو السيدات. موجود معنا قائد وقبطان السفينة وكان متواجد هنا لمدة شهرين، كان بيعمل هو الفريق بتاعه على تقديم المساعدة للمصابين. طبعا في نوع من التنسيق ما بين دولة فرنسا والسفارة الفرنسية والهلال الأحمر المصري في تنسيق وإرسال مساعدات إلى الجانب الآخر، وإن ده حتى بعد ما السفينة هتسافر بإذن الله وتحرك غدا مازال العمل مستمر والتعاون مستمر لدعم الاستجابة في غزة خلال الفترة القادمة. I visited the warehouse of the Red Crescent. طبعا هو الزيارة اللي تمت لمخازن أو منطقة لوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري، هو شايف قد إيه طبعا العمل صعب وقد إيه في صعوبات كتير بتواجهنا. العمل ليل نهار لفريق عمل من متطوعين ومن موظفين اشتغل أكتر من 24 ساعة بشكل متواصل لإرسال المعونات والمساعدات إلى الجانب الآخر، وده اللي بيأكد بعد الزيارة دي استمرارية الدعم للهلال الأحمر المصري لاستكمال مهمته في إرسال المساعدات، وبيشكر الهلال الأحمر المصري على الدور العظيم اللي هم عملوه. First of all, we are providing a lot of resources. عملية الدعم بتتم داخليا وخارجيا سواء للفريق اللي بيشتغل هنا أو اللي بيشتغل في غزة أو من خلال الأردن، واستمرار عملية الدعم قائمة بشكل أو بآخر لأن هو الهدف إن هم يقدموا المساعدة للاستجابة للأزمة دي. المحاور الأساسية اللي هيتقدم فيها الاستجابة كانت من خلال السفينة. السفينة قامت بإجراء أكتر من 100 عملية جراحية لمساعدة المصابين اللي موجودين هنا. مع انتهاء مهمة السفينة غدا لن ينقطع العمل ولكن هيكمل من خلال التبرع اللي تم الدعم به من أدوات طبية ومستلزمات لعلاج أكتر من 500 شخص مصاب، مجموعات من الخيم وسلات غذائية ومستلزمات طبية لتقديم المساعدة للفلسطينيين. What I can say is that it's important. طبعا في تحديات كتير جدا وان هو بالجهود اللي هيعمل عليها الجميع سواء من خلال دعم الدولة في فرنسا او بالتنسيق مع الجهات التانية ازاي يقدر يخلي الاعداد دي تزيد ونرفع مستوى الاستجابة للاكثر احتياجا في الجانب الاخر. بيأكد على شكره لكافة السلطات والجهات في مصر بدءا من أعلى المستويات وبالذكر كافة الشركاء اللي كانوا موجودين سواء وزارة الخارجية وزارة الصحة ووزارة الدفاع والسلطات المحلية في محافظة العريش، الهلال الأحمر المصري على الدعم والمساعدة اللي تقدمت لتقديم عملهم في محافظة شمال سيناء، وإن احنا ما زلنا بنسعى بشكل أكبر من جانب الفرنسي بالتعاون ما بين مصر وفرنسا لتقديم الاحتياجات للأكثر احتياجا في الجانب الآخر في فلسطين. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب مواطنون آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن القصف استهدف منزلا لعائلة أبو نصير في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إدارة مجمع ناصر الطبي انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المجمع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود والقصف المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال
الاحتلال في محيط المستشفى إلى جانب محاصرته. يواجه سكان قطاع غزة العديد من المخاطر، أبرزها القصف الإسرائيلي المتواصل الذي يحصد المئات من الشهداء بشكل يومي. ويعاني الفلسطينيون مخاطر جمة إثر نزوحهم من أماكنهم تفاديا للقصف الذي يستهدفهم مرة أخرى دون هوادة. لم يتبقى مكان آمن هنا في غزة في ظل وضع إنساني وصحي متدهور بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد جميع المدنيين، الأطفال منهم والنساء. ويتعرض المدنيون في غزة للقصف والقتل بشكل شبه يومي، حتى النازحون والهاربون من القصف لم يسلموا من الاستهداف المتعمد في ظروف حياتية قاسية جعلت الكثير منهم يسألون أين المفر. احنا طلعنا من غزة فوق اطلاق النار والطخ بعد تهديد الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي رن علينا وقالنا ارحلوا، نزحنا على الزوايدة وهناك صار في قصف وطخ ودينا طلعنا على الدير، من الدير برضه قالوا اطلع من الدير، طلعنا على خان يونس، رحنا على الناس عرفنا بنينا خيمة قالوا لي لا مش كويسة اطلع على مواسي خان يونس، طلعنا على مواسي خان يونس، بعد مواسي خان يونس واحنا في الليل ضربوا علينا نار رصاص رصاص رصاص، حتى زوجي اتصاب بس ربنا حميد طلعت برانية الرصاصة، واحنا بنتشرود في الاطفال هذول بالسقعه، يعني ايش ذنب اطفالنا هذول؟ هذه طفله من 4 شهور طلعت من تنزح معنا، ايش ذنبهم هذول الاطفال؟ ايش ذنبنا احنا؟ ايش ذنب الشعب كله؟ احنا ايش ذنبنا نضلنا نتهجر؟ زوجي مريض سرطان وقف علاجه من 3 شهور. ويقول النازحون ان الهروب من الموت الى الموت هو المفهوم الحالي في قطاع غزه، رغم مزاعم جيش الاحتلال ان هناك اماكن امنه يجب التوجه اليها للنجاه بانفسهم. لكنهم وجدوا القصف يأتي إليهم من كل حدب وصوب ودون هوادة. هذه الطفلة ملهاش ذنب بتعيش المعاناة اللي احنا عايشينها في الهواء والسقعة، ما بتوبش هاي من المرض من العيا والأطفال، أو ننتشر عنا وباء الكبد وانتشر عنا أمراض كتير في الأطفال، إيش دايل؟ إيش بدكم إيانا نموت؟ يا عمي خلصوا علينا وريحونا مرة واحدة وخلص، أما نضلنا إيش دايل؟ وصلنا المصريين إيش دايل؟ معي خلص كفي، هذا حرام، هذا حرام بيصير فينا احنا، حرام في الشعب والاولاد والاطفال. ويعيش الفلسطينيون في اوضاع مزريه مع نقص الخدمات الاساسيه للحياه وتواصل القصف الاسرائيلي على كل المناطق في غزه دون تفرقه، حتى المرضى لم يسلموا من تلك الهجمات البربريه. رحلتي شقاء وتعب بالمره، تعبنا كثير كثير كثير، ولفينا من نتفلى نتفلى ومن منطقه لمنطقه مش عارفين وين نقعد. خيمة مش ملاقيين نقعد فيها، احنا مورمين عيانين تعبانين رجلينا مورمين، والله حمام بدنا اياه ما لقينا تو حمام، هذا بجوز من الله هيك. واكد النازحون ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بارغامهم على الخروج من الخيام المتحصنين بها من برد الشتاء ليلاقوا مصيرهم جراء القذائف الاسرائيليه. قالوا لنا الصناعه محل امن وتوقعنا هيك وطلعنا من الخيام، رحت اعبي مية اكلت طلق في كتفي وطلق في فخذي وحرقوا المبنى اللي في الصناعه وراحوا لهم الوكاله لليهود، واليهود قالت لهم معاكم ادونا مهله يومين نهرب فيهم. من اول يوم راح، ثاني يوم الصبح بلشوا يطخوا علينا ومعناه وصلنا على الحدود. ويتعرض قطاع غزه لابشع عمليات القصف والتدمير في العصر الحديث، لدرجة ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية في مشهد لا يفرق بين صغير وكبير، فالجميع أمام آلة الحرب الإسرائيلية سواء. قال الجيش الأمريكي إنه دمر صاروخا مضادا للسفن كان موجها صوب البحر الأحمر وفي وضع الاستعداد للإطلاق من الحوثيين. أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الصاروخ كان يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. أمرت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع 83 مليون دولار كتعويض في قضية تشهير أدين فيها، وانتقد ترامب على الفور الحكم في بيان ووصفه بأنه باطل مشيرا إلى أنه سيستأنفه.
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا مناورات المدافع الصامد التي سيقوم بها حلف شمال الأطلنطي في أوروبا بأنها استفزازية ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى عواقب مأساوية على أوروبا. المزيد في سياق هذا التقرير. وسط مخاوف من تصاعد التوتر مع روسيا، أطلق حلف شمال الأطلنطي الناتو أكبر مناورة منذ الحرب الباردة تحت اسم المدافع الصامد. الانزعاج الروسي بدا واضحا من تلك المناورات، حيث وصفتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنها استفزازية ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى عواقب مأساوية على أوروبا. أيضا اعتبرت روسيا مناورات المدافع الصامد بأنها تشكل عودة لا رجعة فيها من الحلف لمخططات الحرب الباردة، ويشارك في عمليات المدافع الصامد 2024 90,000 فرد من 31 دولة عضوة في الناتو، بالإضافة إلى السويد التي اقتربت من الانضمام رسميا إلى الحلف. وحسب مراقبين فإن تلك التدريبات العسكرية هي الكبرى منذ نهاية الحرب الباردة والتي تستمر حتى مايو. وحسب قادة عسكريين في الحلف فإن المدافع الصامد تهدف إلى ردع روسيا وإظهار قدرة الناتو على حماية حدوده بدءا بالولايات المتحدة الأمريكية ووصولا إلى حدود الحلف مع روسيا، ويأتي ذلك وسط خشية الحلف أن تهاجم روسيا بلدا عضوا في الناتو وسط استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي شارفت على دخول عامها الثالث. وحول الانضمام الوشيك المرتقب للسويد إلى حلف الناتو، أكدت الخارجية الروسية أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الاستقرار في شمال أوروبا وأن موسكو سترد وفقا لذلك. وحذرت الخارجية الروسية من أن موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية ذات طبيعة سياسية وعسكرية تقنية من أجل وقف التهديدات للقدرات الدفاعية للبلاد، مؤكدة أن روسيا ستقرر تفاصيل الرد اعتمادا على طبيعة الأسلحة المنتشرة في السويد. ورياضيا، واصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته بمدينة سان بيدرو بكوت ديفوار استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في 10:00 مساء الأحد في دور 16 بكأس الأمم الإفريقية 2024. كان منتخب مصر قد تأهل لدور 16 بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية لثمن النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط. يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره الجزائري في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد والتي تقام على مجمع الصلاة المغطاة باستاد القاهرة الدولية، ويسعى الفراعنة إلى التتويج بالنجمة الأفريقية 9 في تاريخهم بعد الفوز ب8 ألقاب. ومشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه النشرة، لم يتبقى سوى التذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي يجددان رفضهما أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية حول غزة. روسيا تنتقد مناورات المدافع الصامت للناتو وتحذر من عواقبها المأساوية على أوروبا.
وختاما مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، وهذه تحيات زميلتي حنان عاطف وأنا مريم حسن، ودمتم دائما في رعاية الله.